تستمر إدارة صيانة مشاريع ري وبزل ما بين النهرين بأعمال تجفيف وردم البحيرات الغير مجازة في مناطق جنوب بغداد، حيث تم ردم أكثر من 550 بحيرة في مناطق اليوسفيه رضوانيه، الرشيد شيشبار، والاسكندريه اللطيفيه. الاعمال تتضمن ردم البحيرات الغير مجازه وتجفيفها لغرض القضاء على ظاهره التجاوز وايصال المياه الى المستفيدين ومعالجه الشحه المائيه. كما تقوم اداره صيانه مشاريع ري وبزل ما بين النهرين باعمال التطهيرات وازاله نبات الشنبلان وزهره النيل، حيث تم انجاز اكثر من 64% من الخطه لعام 2024. الدكتور المهندس ثامر يحيى ثامر، مدير إدارة صيانة مشاريع ري وبزل ما بين النهرين.